الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم راح ناخذ تيست آخر، بس قبل ما نروح على التيست يجب أن نطلع هذه القطعة، يعني هذه مقتطعة من الماب، ونحدد عليها النقاط، يعني موجود بالفيديو القبله. وهذه هي النقاط الاوتبوت انخزنت هنا على سبيل المثال، هذه هي صارت شيب فايل. اذا اليوم نريد ناخذ بالسبيشال ستاتستيك تول، اكو ايه هذا اسمه مارينز، نريد نشوف شو يسوي هذا. راح نجيب هذا الملف ونسحب هنا والانبوت، الانبوت ناخذ واحد من دول هذا، شنو راح ناخذ عدد الموت على الطريق ونسوي كليك هنا واوكي ونخلص الموضوع. راح يسوي لنا شنو؟ راح يسوي اناليسز هنا. نسوي اناليسز هنا، سوى لنا، نقول لك كليك هنا طلع لنا هذه. بعد ما طلع لنا هاي كليك هنا ونسوي دبل كليك، دبل كليك راح يطلع لنا اي هذه بهذا الشكل. هذا هو عبارة عن نورمال ديستريبيوشن، عبارة عن نورمال ديستريبيوشن. وشوف هاي حلوة، يعني المورال اندكس، المورال اندكس اعتقد هو بين الناقص واحد والزائد واحد، يعني انا اعتقد اللي هو هذا زائد واحد هذا ناقص واحد، وهذا هو المشتت اللي هو الراندوم اللي هو الصفر. يعني فد شي ارقام حلوة، اللي الزت سكور، الزت سكور اللي هو الفارق المعياري، والبي هو المستوى يسمونه مستوى المعنويات. يطلع لنا بعد اشياء اخرى هنا قد يكون واحد يحتاجها، هنا الفارينس مثلا، الاكسبكتد هنا، المورال اندكس. المورال اندكس اللي هو هذا من المورال اندكس اللي قيمته بين الناقص واحد والزائد واحد، هذا هو يسمونه السبيشال اوتو كولوريشن ريبورت، او يسموه ايه هذا المورنز تيست. لهنا نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.